كخطوة تصعيد أولى، أقام طلاب كلية الطب وكليات جامعة تعز وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة في شارع جمال، حيث طالبوا فيها السلطة المحلية باستعادة مباني كلية الطب الواقعة في منطقة عقاقة والمكتملة نسبياً بعد أن حولتها الحرب إلى ثكنة عسكرية تابعة للجيش الوطني. خرجنا اليوم طلاب كلية الطب جامعة تعز للمطالبة بتسليم المجمع الطبي والذي تم السيطرة عليه من قبل بعض السلطات العسكرية في تعز، والذي اضطرنا تبعا لذلك للدراسة في مباني غير مؤهلة لتدريس هذا التخصص. يا محافظ حل القضية! استياء وغضب بالغ يبديه هؤلاء الطلبة تجاه المسؤولين هنا نتيجة فقد الثقة بالوعود المتكررة، مطالبين بوضع حل ينهي معاناتهم المستمرة بشأن كليتهم الواقعة خارج اهتمام السلطات. لنا ما يقارب 3 سنين إلى 4 سنوات ندرس كنازحين في جامعة تعز في كلية العلوم التطبيقية من دون مبنى أو معامل. لم تقتصر المشكلة على كلية الطب، فقد ألقت بظلالها على كلية العلوم التطبيقية المزدحمة أصلاً بأقسامها، إذ تطلب الأمر انضمام منتسبي كلية الطب لمواصلة التعليم معهم، بينما لا ترقى بتجهيزاتها ومعاملها لاحتوائهم الذين اضطروا هم الآخرون للنزوح إليها بسبب الحرب التي دمرت مبنى الكلية القديم. نقص الإمكانيات ونقص الأدوات، زحومة الطلاب في مثلا المعمل الواحد في 5 ميكروسكوبات مثلا في معمل الأنسجة. عقبات كثيرة تقف حائلا أمام مطلبهم بتسليم مبنى كلية الطب واستكمال بنائه، لا سيما تلك التي تهددهم بفقدان المنحة المالية المقدرة بنحو 35 مليون دولار نتيجة نفاذ المهلة الزمنية المشروطة من قبل الصندوق السعودي لاستكمال بناء المبنى التي بدأت مطلع نوفمبر نهاية العام المنصرم وتنتهي آخر يناير من العام الحالي. إذا خرج هؤلاء الطلبة للمطالبة باستعادة مبنى كليتهم الجديد بعد أن تشردوا لسنوات عديدة في مباني وكليات جامعة تعز المختلفة، فهل ستستجيب السلطة المحلية لمطلبهم المشروع أم سيبقى الصمت المخيب للآمال هو سيد الموقف؟ مها علي، قناة بلقيس، تعز.